يدل الطريق على غير الجاد. حسين كأنما يريد يشير إلى الحقيقة هذه. ثانيا يريد الحسين عليه السلام يعرف أن النياق انزعجت، والناقة إذا انزعجت في المسير لا تمشي على هونها، وإنما الناقة إذا انزعجت تدري شو تسوي؟ الناقة إذا انزعجت، الناقة إذا انزعجت تقوم وتجلس على الأرض أو تتمايل في مشيتها. فبالتالي الحسين عليه السلام أراد أن يهيئ هذه النياق. أنت تعرف النياق منه عليها؟ إذا الناقة هي تروعت وتحتاج إلى واحد يحدو بها حتى تتبختر في مشيتها. أسألك اللي على الناقة شنو حالها؟ اللي على الناقة فخر المخدرات زينب، سكينة والرباب والعلويات. ثاني شيء تعرف يعني طريق غير الجادة، يعني طريق وعر، يعني طريق مو مؤهل للمسير، يعني صنعوا ببنات رسول الله واقعة قبل أن ينزلوا بهم أرض كربلاء. ولذلك لما وصل الحسين إلى أرض كربلاء أول ما طرق الحسين المحامل إجا محمل فخر المخدرات زينب، صاحبها أخي زينب انزلي لقد وصلنا إلى أرض كربلاء. ثم قال الحسين ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تقتل رجالي، ها هنا تقتل أولادي. وإذا بفخر المخدرات زينب ترتعش مثل السعف في مهب الريح، تقل أنا خايفة خايفة ولا تقول مدري، أنا خايفة ولا تقول مدري، أنا خايفة ينهتك ستري. وما أدري وش سووا الأعداء زينب يوم كربلاء. لما سقط الحسين صريعا على بوغاء كربلاء جاءت زينب إلى الإمام زين العابدين، يا ابن أخي مالي لا أرى لابن والدي شخصا ولم أسمع له صوتا. قال عم زينب اكشفي لي طرف الخيمة. كشفت طرف الخيمة، وقفت على باب الخيمة زينب، صاحبها عم زينب إلي سنديني إلى صدرك يا عم. سندته إلى صدري، أخذ ينظر مليا في عرصة كربلاء. تقول الأخبار قال لها عم زينب استعدوا للسيب، هذا رأس أبي الحسين على رمح طويل. وويلا كأني بها وقد صفقت بعشر أناملها على وجهها تنادي وأخا وحسينا. لما جن عليها الليل خرجت بأبي ونفسي إلى وسط المعركة تتخطى القتلى قتيلا بعد الآخر، إلى أن وصلت إلى جسد الحسين
جلست على الأرض متربعة منادية أخي حسين أنت ابن والدي أنت ابن أم. وضعت يديها تحت ذلك الجسد السليم كلما رفعت جانب سقط الجانب الآخر على الأرض تنادي إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم أخذت توجه الخطاب إلى ذلك الجسد السليم تقل لأخويا الخيم يا حسين محروقة وأنا هود علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك رضضت الخيل رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت وكم مرت علي ليال من العين ما نامت وين النوم والقعدة وهاي ايتامكم هامت شي ماتت من الروعة وشي ظلت تحن بالويل ونص الليل يا ابن امي اسمعها زينب شي مطلعها من الخيام المحروقة ليل مظلم نص الليل يا ابن امي ولن طفلة فقدناها اثاري فرت بدهشة تحوم وما حد وياها وحدة طلعت ادورها وادور وين ملفاها شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمعها يسيل ويلي خويا لا تقول ما عندك مروة خويا لا تقول ضيعتيل هذه زينب ومن قبل كانت تقبل منا الأعمال.